المكان العراق، تحديدا في محافظة النجف. الواقع فقراء المحافظة يعملون في جمع العلب المعدنية والبلاستيكية لبيعها وتدارك المجاعة. وبعيدا عن المفارقة بين غنى العراق ورفاهية مسؤوليه وبين حال هؤلاء، تكمن الدهشة والصدمة أيضا من حجم مأساة هؤلاء عندما اضطرت حتى العجائز للعمل بهذا المكان. عمري ما أعرفه عمري، متيه مواليدي ما أعرفه والله، ومعيشتي وراء أزبالي، وين ما شالت أنا وراء ألقط قواطي وبيع عود وعيش. إيه وامتى لحد ألحد للتي ألحد أسوي عمليات يلحد لمن ألحد؟ ما أقدر لا راتب ولا قاع ولا كل شيء. أبرلها زبالي، وإن ما شالت أنا وراء ما لقى، وخيميها اللي شوفهن خشبات وهروس من أزبالي، كل شيء ما عندي. أنا والحجين اشتغل بالطمر وشايبي ميت وما عندك الواحد الله مدالك، وبيتي هذا اللي بصف الحجية أشتغل ونام يم الحجية حتى ما وياي أحد، أولادي عازلين وما حد في حالي. ما أنا أقولك ما عندي أولاد، عندي. نسبة الفقر ترتفع بشكل جنوني في العراق عاما بعد آخر، ومن لا يجدون طعاما يوميا كافيا يتجاوزون 10 ملايين بحسب إحصائيات رسمية. كل هذا يفسر اضطرار شريحة كبيرة من الفقراء إلى العمل بجمع الفوارغ من مكب النفايات رغم ما فيها من مخاطر صحية، فضلا عن امتهان الكرامة الإنسانية. عمره 35 سنة وعايش عطمر صحي، وأنا وقربائي وعمامي، وأبيع كارتون، أبيع غوطية، أبيع كل شيء، أبيع لغوطية، أبيع لكارتوني، وعايش عليها. يوم أحصل 5، يوم 10، يوم ماكو. هي والله أنا أطفالي عايشين، ونجيب لهم من طمر الصحي وعايشين. ومرات نروح طمر الصحي نجيب أشيل من إذا ما عندنا شيل أنطيهم يأكلوا. ولعل هذه المشاهد تجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بالواقع الداخلي في العراق. لماذا يهاجر الشباب من البلاد؟ ولما تزداد حالات الانتحار؟ وكيف يمكن للمواطن الجمع بين صورة الوطن كما تصوره حياة المسؤولين وصورة واقعه في حياة الفقراء؟